أزول إن المادن تن المادين الساد نيبيون ده يتمسير تيضنين ليغان أم صواد أسوير أمزوارو تسوقرت أصيطن غلاد رد نزار الساغ نيوريكن لدرن غيلان غيمساوال مسا تنهروز واميم ماس زيري ماس زيري تومرت تومرت غويد كان يوريك لي راه نزر غومسوال ما تتنام الكتب ولا فتاد ما يصدرنا ديني ما نتناي كتب ولا فتاد ايوزنك ار نتناي اميرارن اقدود ايوز غيد إيغا غوبراز نتوجا نودار الستاس غوبراز نتوجا نودار أبراز نتوجا نودار أسنو سماس تدا توجا نواميم دتومرت سوبراز نتوجا نودار أسنو سماس تدا توجا نواميم تتومرت سوبراز نتوجا نودار زرات هن يمدل اركشم سوسودز زرات هن يمدل اركشم سوسودز أنا مهال أديكان أمزوارو أري السودوس تربوتنز أنا مهال أديكان أمزوارو أري السودوس تربوتنز ويسين انتا إيغا أنضاف نتمسويت ويسين نتا إيغا أنضاف نتمسويت ويسين نتا إيغا أنضاف نتمسويت إمر أقدود نغ سفلدات إمادي التيني إمر أقدود نغ سفلدات إمادي التيني إمر أقدود نغ سفلدات إمادي التيني يان سين كراد أيوز أيوز يان سين كراد أيوز أيوز مكاد إشقا ومرارن لدار إلا أطون تزا مكاد إشقا ومرارن لدار إلا أطون تزا أدرت توم أعزرين لدار إلا أوطون سموس إصدارس أدورت توم أعزرين اللي الدار إلا أوطون سموس إصدارس وياي أرتوررن غنزار دو سميد وياي أرتوررن غنزار دو سميد مقار غمكن يقاند النرو مقار غمكن يقاند النرو مقار غمكن يقاند النرو
هي النرو مشى يفاد نظر يا نراري فولكين هي النرو مشى يفاد نظر يا نراري فولكين هي النرو مشى يفاد نظر يا نراري فولكين تاني مرتنون غي كده دقات مسيرة النغة ارتيكلي تغني في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنزهة في بستان قريب من البيت وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك أيها العصفور الصغير ماذا تريد مني لماذا لا تطير قال العصفور جناحي مجروح يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفور إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماد أبيض أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحيه فقال لشادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي باب القفص وقال لصديقه العصفور اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك ودع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأشجار وترفرف في الفضاء انخفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفاة مقلوبة على ظهرها اقترب منها فوجدها تحرك أرجلها في الفضاء وهي على وشك السقوط في الهاوية حاول قلبها على بطنها فلم يقدر ارتفع في الفضاء ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض تعاون الجميع وقلبوا السلحفاة فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى هذه المساعدة التي قدمتموها لي أبدا ننتقل بك عزيز التلميذ إلى فقرة فهم الحكاية المطلوب منك هو الاستماع الإنصات للسؤال جيدا ثم الإجابة عنه كيف كان الجو؟ نعم عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة أحسنت كان الجو معتدلا أين يوجد شادي؟ ممتاز يوجد شادي في بستان قريب من البيت ماذا سمع شادي؟ رائع سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني ماذا شاهد شادي لما اقترب من مكان الصوت؟ أحسنت
شاهد عصفوراً يرتجف من الخوف. لماذا لا يطير العصفور؟ جيد، لأن جناحه مجروح ولا يستطيع أن يطير بجناح واحد. ماذا فعل شادي بالعصفور؟ فكر، تذكر الحكاية. نعم، أحسنت، حمله بين يديه وأخذه إلى البيت، نظف جرحه، وضع عليه دواء، ولف الجناح بضماد أبيض. أين وضع شادي العصفور وكيف اعتنى به؟ رائع، وضع شادي العصفور في القفص، أخذ يعتني به، يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب. عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، تذكر الحكاية مرة أخرى. ما الاسم الذي أطلقه شادي على العصفور؟ تذكر جيدا، أحسنت، سماه كوكو. عندما شفي كوكو ماذا قال شادي؟ جيد، لقد قال له: لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء. بما أوصاه شادي؟ جيد، أوصاه قائلا: اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك. هل شكره كوكو؟ ماذا قال له؟ تذكر، أحسنت، لقد شكر كوكو الطفل شادي، قال له: ما ألطفك يا صديقي. أين طار العصفور كوكو؟ طار العصفور كوكو فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية. ماذا شاهد كوكو على الأرض؟ جيد، شاهد سلحفاة مقلوبة على ظهرها. من ساعد كوكو على قلب السلحفاة؟ نعم، إذن الإجابة هي: ساعده رفاقه العصافير. ماذا قالت السلحفاة للعصافير؟ ممتاز، شكرا يا أصدقائي، لن أنسى هذه المساعدة التي قدمتموها لي أبدا. ننتقل بك عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، إلى تعرف عناصر الحكاية. العنصر الأول هو الشخصيات، وهي الشخصيات التي ساهمت في أحداث الحكاية، هي شادي، العصفور، رفاقه العصافير، والسلحفاة. العنصر الثاني هو الزمان، نسأل عنه ب تذكر معي، إذن في يوم من أيام الربيع. العنصر الثالث وهو أين حدثت أحداث الحكاية. فكر، أحسنت، إذن في أماكن متعددة، وهي البستان، البيت، ثم الأرض. العنصر الرابع وهو الأحداث، وسنسدها حسب ورودها في الحكاية، حسب تسلسلها الزمني. إذن الحدث الأول قيام شادي بنزهة وتجوله في بستان قرب البيت. ثانيا، سماع صوت واقترابه منه. ثالثا، مشاهدة عصفور ومساعدته. رابعا، شكر العصفور لصنيع شادي. خامسا، مساعدة العصفور ورفاقه للسلحفاة. سادسا، شكر السلحفاة لصنيع شادي ورفاقه.
ننتقل بك عزيزي التلميذ إلى فقرة الوضعية التواصلية. أقدم النشرة الجوية التعليمة كالتالي: أستمع للمذيعة تقدم النشرة الجوية ثم أحاكيها. لنستمع أولا ثم بعد ذلك نردد وراءها. غدا إن شاء الله سيظل الطقس مستقرا. غدا إن شاء الله سيظل الطقس مستقرا. أعيد. أعيدي. جيد. الحرارة معتدلة والسماء صافية. الحرارة معتدلة والسماء صافية. أعيدي. أعيد. أحسنتما. الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة. الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة. أعيدي. أعد. أحسنتما. رائع. الآن ننتقل بك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، إلى فهم الوضعية التواصلية. كيف سيكون الطقس غدا؟ فكر في الإجابة. أحسنت. غدا إن شاء الله سيظل الطقس مستقرا. السؤال الموالي: وكيف ستكون الحرارة؟ فكر. أحسنت. الحرارة معتدلة. السؤال الثالث: وكيف ستكون السماء؟ رائع. ستكون السماء صافية. السؤال الأخير: وماذا عن الرياح وأمواج البحر؟ فكر. أحسنت. الرياح ضعيفة وأمواج البحر منخفضة. سأقدم لكم ثلاثة عناصر: تفاحة، برميل، محفظة. المطلوب منكم هو ملاحظة هذه العناصر وترتيبها من الأخف إلى الأثقل وزنا. للتأكد من أجوبتكم سوف نستعمل الميزان. في البداية سنقارن بين وزني المحفظة والبرميل. كما تلاحظون الكفة المائلة هي التي يوجد فيها البرميل، كما أن اتجاه الإبرة يشير إلى الكفة الأثقل. إذن نقول البرميل أثقل من المحفظة والمحفظة أخف من البرميل. والآن سنقارن كتلتي التفاحة والبرميل. في نظركم هنا من الأخف؟ أحسنتم. نقول التفاحة أخف من البرميل، أو البرميل أثقل من التفاحة. وأخيرا سنقوم بمقارنة كتلتي المحفظة والتفاحة. في نظركم هنا من الأخف؟ جيد. نقول التفاحة أخف من المحفظة، أو نقول المحفظة أثقل من التفاحة. إذن بعد مقارنة هذه العناصر بواسطة الملاحظة وباستعمال الميزان، نقول لترتيب هذه العناصر من الأخف إلى الأثقل، تبين لنا أن التفاحة هي الأخف وزنا، تليها المحفظة، يليها البرميل. نقول التفاحة أخف من المحفظة،
والمحفظة أخف من البرميل. ولترتيبها من الأثقل إلى الأخف، نجد أن البرميل أثقلهم وزنا، تليه المحفظة، تليها التفاحة. نقول البرميل أثقل من المحفظة، والمحفظة أثقل من التفاحة. والآن تلاميذي الأعزاء، سؤالي لكم: في هذه الحالة من الأثقل ومن الأخف؟ لاحظوا جيدا، كفة الميزان متساويتان، واتجاه الإبرة يشير إلى الوسط. أحسنتم. نقول أن التفاحة لها نفس كتلة الكرة، أو التفاحة والكرة لهما نفس الكتلة. سنمر الآن إلى التمارين. السؤال الأول يقول: أرتب الفواكه من الأخف إلى الأثقل بكتابة الأعداد 1، 2، 3 في الخانات المناسبة. قبل الإجابة على هذا السؤال، لاحظوا جيدا وقارنوا بين كتل هذه الفواكه. قم الآن بإيقاف الفيديو وحاول أن تجيب على السؤال. الآن سنصحح التمرين بعد مقارنة كتل هذه الفواكه. نلاحظ في الميزان الأول أن الموزة أخف من التفاحة، وفي الميزان الثاني أن الموزة أخف من البرتقالة. إذن أخف هذه الفواكه هي الموزة. نكتب رقم 1. الآن سنقارن كتلتي الموزة والبرتقالة. نلاحظ في الميزان الثالث على اليسار أن التفاحة أخف من البرتقالة. إذن التفاحة هي التي تتبع الموزة. نكتب رقم 2. وأثقل هذه الفواكه هي فاكهة البرتقال. رقم 3. إذن نقرأ الآن: الموزة أخف من التفاحة، والتفاحة أخف من البرتقالة. أعيد: الموزة أخف من التفاحة، والتفاحة أخف من البرتقالة. نمر الآن إلى السؤال الثاني. ألاحظ وأقارن ثم أكمل بكتابة أخف من، أثقل من، لهما نفس الكتلة. لدينا 4 عناصر: هدية، ممحاة، كرة، تفاحة. المطلوب منكم هو ملاحظة ومقارنة كتل أو أوزان هذه العناصر، ثم ملء الفراغ بالعبارات التالية: أخف من، أثقل من، لهما نفس الكتلة. قم الآن بإيقاف الفيديو وحاول أن تجيب على السؤال. نمر الآن إلى التصحيح. لاحظوا معي الميزان الأول: الكفة المائلة هي التي توجد فيه الهدية. إذن نقول: الهدية ماذا؟ جيد، أثقل من الممحاة، أو الممحاة أخف من الهدية. ثم نذهب إلى الميزان الثاني. لاحظوا معي كفتا الميزان متساويتان، اتجاه الإبرة
إلى الوسط. إذن ماذا سنقول في هذه الحالة؟ الكرة لها نفس كتلة التفاحة، أو التفاحة والكرة لهما نفس الكتلة.